السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت في المقطع السابق عن التكاليف على أساس التغير في حجم الإنتاج، تكلمت عن الفيكسد كوست التكاليف الثابتة. نستكمل النوع الثاني وهو الفاريبل كوست، وهي التكاليف المتغيرة. تعريف التكاليف المتغيرة: The variable costs are the costs that are required only if the company actually produces something. الفاريبل كوست هي التكاليف التي تحسب فقط في حالة الإنتاج الفعلي للمنتج للشركة. إذن costs that are required only if the company actually produces something، في حالة الإنتاج الفعلي فقط. ومن الأمثلة عليها example direct labor and direct material، العمالة المباشرة والمواد المباشرة. من الأمثلة مثلا على المواد المباشرة، في حالة مصنع يقوم بإنتاج الطاولات الخشبية، تعتبر مادة الخشب هي تكلفة متغيرة لا تحتسب إلا في حالة الإنتاج الفعلي للطاولات فقط لا غير. النقطة الثانية: the variable cost total amount، مجموع التكاليف المتغيرة، increases، تزداد، as the production increases، كلما زاد الإنتاج زادت التكاليف المتغيرة، and decreases as the production decreases، وتقل كلما قل الإنتاج. هذا بعكس التوتال اماونت في حالة التكاليف الثابتة. التكاليف الثابتة يبقى المبلغ أو يبقى المجموع، التوتال اماونت اوف ذا فيكسد كوست يبقى ثابت، ولكن هنا في حالة التكاليف المتغيرة التوتال اماونت انكريسز، يزداد كلما زادت الإنتاج ويقل كلما قل الإنتاج. راح نفهم أكثر بإذن الله مع المثال. النقطة الثالثة: the variable cost per unit unchanged as the production changes، التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة أو نصيب الوحدة الواحدة من التكلفة المتغيرة لا يتغير نهائيا، بعكس التكاليف الثابتة. التكاليف الثابتة كلما زاد الإنتاج كلما قل نصيب الوحدة الواحدة المنتجة من التكاليف الثابتة، وكلما قل كلما زاد نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المنتجة. ولكن في الـ variable costs، the variable cost per unit unchanged، لا يتغير as the production change. مثال ذلك عند إنتاج طاولة خشبية، هي تأخذ أي طاولة خشبية تأخذ الكمية نفسها من الخشب، فبالتالي لا يتغير نصيب الوحدة الواحدة المنتجة من التكاليف المتغيرة. خلينا نأخذ هذا المثال، يعني example ABC company requires one unit of direct material to be used in each finished goods it produced. أنا شركة ABC تستخدم وحدة واحدة من المواد المباشرة لإنتاج كل وحدة من المنتج الجاهز في إنتاجها. لو حكينا مثلا في الأشهر ديسمبر، فبراير، مارس، في ديسمبر كان إنتاج صفر، في فبراير كان إنتاج 1000 وحدة، في مارس كان إنتاج 5000 وحدة. الآن بنلاحظ إنه الفيريبل بير يونت هو ثابت، عندهم الفيريبل كوست بير يونت 10 دولار على كل وحدة. بنلاحظ مثلا بشهر ديسمبر كانت الإنتاج صفر، حجم الإنتاج صفر، وكانت تكلفة الوحدة 10، فبالتالي التوتال لم يتغير، التوتال صفر، ولكن بقيت البير يونت ثابت. في شهر فبراير كان حجم الإنتاج 1000 وحدة، وكان نصيب الوحدة الواحدة هي 10 دولار، فبالتالي أصبح التوتال أماونت أوف فاريبل كوست هي 10000 دولار. في شهر مارس كان عندنا حجم الإنتاج 5000 وحدة، في 10 دولار بير يونت، الفاريبل كوست بير يونت، كان عندنا التوتال أماونت أوف فاريبل كوست هو 50000 دولار. فبالتالي نلاحظ أنه كلما زاد الإنتاج كلما زاد مجموع التكاليف الثابتة، عفوا مجموعة التكاليف المتغيرة، وكلما قل الإنتاج كلما قل مجموع التكاليف المتغيرة التوتال أماونت، ولكن تغير كما قلنا هنا the variable cost per unit unchanged، لا يتغير تكلفة أو نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة لا يتغير بتغيرات حجم الإنتاج. خلينا نرسم شارت لهذا المثال. لو جينا نشوف أول شيء بير يونت، خلينا هون نحكي بير يونت، هون برودكشن، وهون عندنا فاريبل كوست بير يونت.
الانتاج مثلا انتاج صفر كانت تكلفه صفر، هاي 10 دولار. في انتاج 1000 وحده او عفوا خلينا على 100 وحده كان الانتاج ايضا 10 دولار. في حاله 1000 وحده كانت نصيب الوحده الواحده من التكاليف الثابته ايضا 10 دولار. في حاله 50000 وحده كان نصيب الوحده الواحده ايضا 10 دولار. فبالتالي نلاحظ انه أنا تكلفة الوحدة الواحدة أو نصيب الوحدة الواحدة المنتجة من التكاليف الثابتة يبقى ثابتا، لا يتغير مع تغير حجم الإنتاج. مهما تغير حجم الإنتاج، نلاحظ مهما تغير حجم الإنتاج يبقى نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة ثابتة. ولكن في حالة التوتال أماونت، عفوا، في حالة التوتال أماونت هنا برودكشن حجم الإنتاج، هون عندنا total variable cost. نلاحظ في حالة إنتاج 100 وحدة حسب المثال، مثلا 100 وحدة كان عندنا 1000 دولار. في حالة إنتاج 1000 وحدة كان عندنا 10000 دولار. في حالة إنتاج 50000 وحدة كان عندنا الانتاج 50000 دولار. فنلاحظ انه كلما زاد الانتاج كلما زاد مجموع التكاليف المتغيرة، كلما زاد الانتاج كلما زادت التكاليف المتغيرة. هذا اهم نقطة في هذا الموضوع، هي العلاقة بين الانتاج او مستوى الانتاج وبين نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة ومستوى الانتاج ومجموع التكاليف المتغيرة. نلتقي بإذن الله في المقطع التالي عن الميكسد كوست برعاية الله.